موجز الأنباء من أون لايف، أهلا بكم. رحبت المجموعة الرباعية الدولية للشرق الأوسط بالجهود التي تبذلها مصر لتهيئة الظروف التي تتيح للسلطة الفلسطينية تولي مسؤوليتها في غزة. وعبر ممثل الرباعية في بيان مشترك عن استعدادهم التام للتواصل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمنطقة دعما لهذه العملية، وحث الطرفين على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية. أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن حركته ستقدم تنازلات كبيرة من أجل تجاوز عقبة الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية. وخلال لقاء عقدته حماس في غزة قال السنوار أن حركته قررت تحقيق المصالحة كونها خيارا استراتيجيا لا رجعة عنه. وعبر السنوار عن توجه حركته لإنهاء المشاكل على المستوى الوطني وتصفير الخلافات الفلسطينية للانتقال إلى التركيز على خدمة المشروع الوطني الفلسطيني. قتل 58 عنصرا من قوات الجيش السوري في سلسلة هجمات شنها تنظيم داعش الإرهابية، وذلك على حواجز في محافظة حمص بوسط سوريا. وفي دير الزور اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات السورية وتنظيم داعش على عدة محاور، امتدت من ريف دير الزور الغربي إلى مدينة السخنة على الحدود بين محافظتي دير الزور وحمص. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها بدأت العمل على إزالة الألغام من منشآت المرافق العامة في دير الزور في شرق سوريا. وأضافت الوزارة أن خبراء إزالة الألغام الروس يعملون أيضا على تطهير الطرق والمباني عند مداخل المدينة وفي ضواحيها لضمان سلامة القوافل الإنسانية التي ترسل إلى دير الزور. أعلنت خلية الإعلام الحربية في العراق بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير مركز قضاء الحويجة في محافظة كركوك. وقال قائد عمليات تحرير الحويجة إن العملية تستهدف تحرير ناحية الرشاد وناحية الرياض والعباسي والقرى المحيطة بها، مشيرا إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع تشارك في هذه العمليات. يبدأ مساء اليوم تعليق رحلات الجوية الدولية إلى مطار إقليم كردستان، حيث تشمل العقوبات التي فرضتها الحكومة المركزية في بغداد إغلاق المجال الجوي ووقف عمل المطارات ودعوة شركات الطيران الدولية لإيقاف رحلاتها إلى الإقليم. كما ستغلق الحكومة الاتحادية المنافذ البرية الحدودية مع تركيا وإيران. ومن جهتها اعتبرت حكومة إقليم كردستان تلك القرارات غير دستورية وغير قانونية. نهاية الموجز مشاهدينا، إلى اللقاء.